بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد امين. حلقة جديدة معكم الدكتور اوستين. في الحلقة دي ببساطة هنتكلم عن موضوع النقاب. النقاب عادة يهودية كانت تستخدم لإخفاء الزانية والشهة عن الناس. أنا بتكلم عن أصل النقاب ده ببساطة. أصل النقاب، وأعتقد كل من يرفض ويعي هذه الفكرة يرفض فكرة النقاب بتاتا. أما عن فكرة أن الملبس إذا كان نقاب سيحمي المرأة، للأسف خاصة في الشرق الأوسط مش هو ده الحامل. المرأة حامل المرأة بعد ربنا في الشرق الأوسط هو القانون، المفترض يحصل كده، لكن غير كده لأ. حابين حضراتكم تدوروا في الكتاب المقدس عن الشخصيات التي ارتدت النقاب من العهد القديم وكن ذواني، وكشف الكتاب المقدس هؤلاء بأفعالهم. أقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوستين. أرجو المحبة، مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق. يا جماعة أنا بتكلم عن النقاب في الكتاب المقدس، في هدية، في العهد الجديد ولا القديم؟ في القديم ديني وأنا حر أتكلم فيه زي ما أنا عاوز. قابلكم فيديو جديد.